كما أكد الرئيس السيسي أن كافة المشروعات التي تفتتحها الدولة سيتم طرحها في البورصة المصرية لإتاحة فرصة استثمار جيدة للمصريين، مشيرا إلى أن الدولة تشجع المستثمرين على المشاركة في هذه المشروعات سواء بالعمل بمفردهم أو العمل مع الحكومة. الحاجات اللي بنفتتحها متاحة للمستثمرين المصريين والأجانب، ومتاحة لأن هي تطرح في البورصة. طب ليه؟ عشان ندي فرصة لمواطنينا ان هم يجدوا فرصة للاستثمار في مجالات اخرى عائدها مضمون بنسب كبيرة جدا جدا، ويبقى في فرصة ان هم يستفيدوا باموالهم بشكل مختلف يعني. طب للمستثمرين، احنا معاكم بان انتم تيجوا تخشوا وتشتغلوا معانا في الموضوع دوت. طيب تشتغلوا معانا ولا تشتغلوا لوحدكم؟ اللي انتم عايزينه. يا دكتور مصطفى، عايزين لوحدكم قوي، هنسهل معاكم الامور، وانا بنتهزها فرصه في الافتتاح عشان اتكلم على الحكايه ديت. عايزين تبقوا موجودين معانا قوي من اول الشركه دي. وانا قلت قبل كده الرمال السوداء، قبل كده لما افتتحنا المجمع بتاعها او المصنع بتاعها، كل ما هو متاح، كل ما هو بنعمله متاح لكم، تعالوا. واحنا بنتكلم كلام برضو تاني، هو مش للاستهلاك المحلي يعني. والمشاريع دي مشاريع استثمارية بتجيب عوائد مستقرة سواء للسوق المصري أو للسوق للخارج وبالعملة الحر. فإحنا بندرس يا ياسر يعني بدون تكليف كده، أنا شلت الجيولوجي يعني، لا الأستاذ ياسر يعني، بندرس كويس أو إزاي نعظم من، وده الحكومة دكتور مصطفى قبل ما نقعد هنا قلنا إزاي نخلي الهيئة المصرية تبقى أكثر يعني فاعلية وحركتها أكثر، عشان موضوع أنك أنت مقيد قوي بالبيروقراطية بتاعت أنت تبع أني يعني تبع مين؟ تبع المالية ولا تبع البترول ولا؟ فدرسوها دكتور مصطفى ونشوف بحيث أن احنا نتحرك فيها يعني. الـ هنا يعني مش عايز اتدخل في الموضوع ده، لكن انا ان كان الموضوع ده يعني انتوا عارفين كويس قوي العوائد بتاعت الكلام ده قد ايه، يتعرض عليا عشان ممكن او ناخد القرار ونطرحه ونقول للمستثمرين المصريين احنا مستعدين نخش نكمل المرحلتين ثلاثه او اللي فاضلين خلال السنه او اتنين اللي جايين كاجراءات، لكن يتعمل المصنع في قد ايه طبعا طبقا لل يعني للشق الفني للشركات اللي هي الأجنبية اللي بتشتغل معانا في الموضوع.